السلام عليكم. يوم اللاعبين 2016 في الرياض وتحديدا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 27 إلى 29 أكتوبر 2016 الخميس والجمعة والسبت. 27 أكتوبر الخميس من 8 ظهرا حتى 10 مساء ب 125 ريال. 28 أكتوبر الجمعة من 2 ظهرا وحتى 10 مساء ب 100 ريال. 29 أكتوبر السبت من 10 صباحا حتى 10 مساء ب 100 ريال. علما ان في المعرض توجد بطولات اخرى غير الالعاب الجديده. كود 12 كلانات، 4 لاعبين و1 احتياطي. يشترط العمر زائد 18 وان يكون من سكان المملكه العربيه السعوديه، زائد جواز سفر سائر مفعول وللمقيمين فيزا. نظام خروج المغلوب الفريقين اللي بالنهائي راح يسافرون لدبي لتكمل مشوار البطوله. ناروتو شيبودن 4، لاعب ضد لاعب. بيس 2017، لاعب ضد لاعب. روكت ليج، لاعبين ضد لاعبين. للحجز أونلاين أو الحجز مقاعد في البطولات، كل عليك أنك تزور موقع www.gamersday.com يوم اللاعبين 2017 غير مع اكتيفجن وكود، وجميع الروابط راح تحصلونها في الوصف. في أمان الله.